دعنا نتحدث عن تفاصيل هذا اللقاء، نتحدث قانونيا عن هذا اللقاء، بأن أفضلية الهدف 2-0 هي تؤهل الفريق النصراوي، 3-1 للفريق النصراوي هي تمتد الى الاكسترا تايم او الى الاشواط الاضافيه. تحدث مع فهد المرداسي قبل المباراه حول هذا الامر، وذكر بان الاشواط الاضافيه تحديدا ستلعب مباراه جديده، بمعنى بان غالبيه الهدف او افضليه الهدف تلغى هناك في حال تمديد الوقت الى اشواط الاضافيه. بس انا تاكيدا على موضوع اليه احتساب الهدف في الاوقات الاضافيه، أنا دخلت الموقع السعودي على اللوائح، لائحة البطولات والمسابقات، المادة 14 لاحتساب النتائج 14 فقرة 10 بتذكر أنه صراحة أنه في حال تعادل ولجأ الوقت الإضافي يلعب الوقت الإضافي مع استمرار أفضلية احتساب تسجيل. أفضلية الهدف خارج الأرض. على كل حال هذه النقطة ممكن يتأكد منها زميلنا المقبل معدل الاستديو، احنا حطينا المرجع وقلنا من فين أخذناه، من المكان الرسمي، عشان يمكن يكون في لبس عند الأخوان أو حاجة يتأكدوا منها. نعم. وعبد الله. سألنا طاقم التحكيم هنا إذا كان الوقت الإضافي يعتبر فيه الهدف بهدفين، قالوا بأنها مباراة جديدة اليوم، بالنسبة إذا ما تساوت الكفة في الأشواط الأصلية فإن الأشواط الإضافية تعتبر مباراة جديدة. وأنت يا خالد فهم، أنت حمد الصنيع عاد في المادة، أنا نقلت المعلومة.